الله يرحمه. أهلين شرف، كان ما في منه أنمر بيك. إيه والله. توليب خانم، وصل عمر بيك. عليا خانم، العمر إلكم. شكرا، شكرا كثير. العمر إلكم توليب. شكرا. تفضل. شكرا. هذا مو عمر حكيم أوغلو؟ غريب كتير، جاي من أمريكا لهون ليعزي، معقول؟ مستعد يروح على أمريكا بس ليعمل لي عملية لوشي؟ أي والله معك حق، محظوظة كتير يلي بتكون بحياة الدكتور عمر. عمر، ممكن نحكي جوا بالمكتب؟ بصراحة وترني الجو هون. ممكن. لما عرفت بالخبر اجيت فورا لهون، بس ما لحقت الجنازة مع الأسف. الأمر إلك توليب. شكرا. تفضل اقعد. بابا كان يتفهم هيك شيء، بيشبهك، ما كان يقدر يحضر أعراس ولا جنازات بسبب عملياته. كرمال الجنازة اجيت لهون عمر؟ طبعا جيت لعزي بأنور بيك. اللي بفهمه انك مالك مطول. هلا وصلت. شو رح تعملي؟ قصدي امتى رح تنتقلي لهون؟ انا ما رح انتقل لهون ابدا. مظبوط، لروح جبلكن المي كمان. يلا. جوري، ايه شو صاير لراسك؟ لا ما في شيء، تفركشت ووقعت على الارض اختي، جرح راسي ولما شفت الدم. بس ما تكوني دختي. مظبوط دخت، فكرت حالي عموت ومثل الهبله حكيت كل شيء لواحد غريب. شو حكيتي؟ توليب خانم اجيت من شوي وقاعدة بمكتب المرحوم أبوها، عندها ضيف. القهوة إلهم ما؟ إيه إلهم. أخذ لهم يا هانا. مستحيل، خالدة خانم بدها إياكي تطلعي على غرفة جهاد بيك. بالأول باخذ لهم إياها وبعدين بطلع. قلتلك لا، خلص جوري روحي هلا. الله يوفقك. أنا فهمان عليكي توليب، بعد ما هربتي رجعتك ما رح تكون أبدا سهلة. صح، بس ما قدرت اهرب لبعيد مثلك. تفضل. الحمد لله على السلامة توليب خانم. أنا ما قدرت شوفك بالجنازة لأنه بصراحة كان عندي شغل. أنور بيك يعني والدك كان غالي كتير بالنسبة لإلي ولعيلتي طبعا. أنا رح أتخرج من الجامعة هاي السنة وطبعا كله بفضل والدك. يعني أنا كتير فهمانة حزن حضرتك لدرجة. طيب شكرا إليك، فيكي تتركي القهوة وتتفضل. القهوة؟ إيه طبعا طبعا. ألو. كيف صارت أمورك؟ بس مرقت على خير مو؟ ايه مزبوط. القهوة رغوتها زيادة كتير كأنه.
بس على مسؤوليتك رح اشربها. هي مو شغلي. تمام فيكي تتفضلي. ايه ماشي. صحتين وعوافي. شو جابوا لعنا هاد؟ تبهدلت على الآخر والزلمة بيعرف كل شي عني. مين هذا الزلمة يا الله؟ جوري لك شو عم تعملي يا بنت؟ شو جنيتي؟ مين هو ضيفته اللي بخانه؟ هو يعني أنا شايفته من قبل. استني شوي إلا ما أتذكره. أكيد لك مين؟ أنتوا ليش واقفين هون؟ مسعودة يلا على شغلك. جهاد بيك ناطرك. على شو عم تطلعي؟ قلتلك جهاد بيك ناطرك. مزبوط جهاد. تمام جهاد ناطرني. بس ما كملت قهوتك، عم استنى زيارتك قبل ما تسافر. خلص بحاول. وكمان حابب شوف جهاد. رح شوفك. يلا خالدة وصلي عمر بيك لو سمحتي. حاضر. عمتي قلت لك بدي اقعد شم شوية هوا، بس رجعتي تحكي بنفس السيرة. ابوكي ما عاد موجود طليب، ونحنا لازم نحكي ونتفاهم. انت إليك فترة طويلة بعيدة عنا، بعيدة كتير وما بتعرفي شو صاير. بس جهاد إله سنين ما عم يطلع برات باب هالبيت. الدكاترة عم يقولوا انه ما له علاج ورح يضل هيك. ايه بعرف، عندي علم بهالامور كلها. اي تغيير ممكن يفوت على حياته بيعمل له ردة فعل وبتكون خطيرة كمان. حاولي تتقربي بدون ما تأذيه واصبري عليه لجهاد. اعطيه وقت ليتقبلك. اصلا انا متأكدة انه اذا حضرتك بدك تضلي تيجي لعنا وتضغطي علي بهالقصة اكيد رح يتأثر وتكون ردة فعله كتير خطيرة. يبدو لازم امشي.